القطري التركي. تواجدنا ليس هو للتدخل في سيادة البلاد كما هو اعتادت عليه الدول العظمى. هناك من لم يدرك حتى الآن التضامن والتآخي التركي القطري. نحن لا يمكننا أن نترك إخواننا في الأزمات وفي الحالات العصيبة وحدين يواجهون تلك الأزمات. نحن هدفنا أن نعطي ونولي أهمية كبيرة لأمن والاستقرار في هذه البلاد، وتواجدكم في هذه القاعدة أرى بأنه مهم للغاية في هذا الصدد، ليس فقط لقطر فحسب، بل أيضا لتحقيق السلام والاستقرار في دول الخليجية كلها. لا على أحد أن ينزعج من تواجد القوات التركية في هذه البقاع. أنتم وتواجدكم تقومون بمهام تاريخية ستكون محل الثقة ومحل اهتمام في المستقبل. أنتم قبل عامين قمت بزيارتكم في هذا المركز، وإن المسافة التي قطعتموها بهذه السنتين القصيرتين إنها دعتني للافتخار بكم، وأيضا لثكنة طارق بن زياد تم إنهاء إنشاؤها، واليوم قمنا بتسمية هذه وهو سيطلق على هذا الاسم الجديد خالد بن وليد، سيكون اسم هذه الثكنة المتواجدين نحن فيها الآن. أتمنى أن يكون هذا الاسم وسيلة للخير. هل هذا تمام؟ وبعد أن يتم إنهاء فرش تلك الثكنة ستنتقلون إلى تلك الثكنة، وهذا ما يدعوني للامتنان. أتمنى أن تكون تلك الثكنة ترد وتجيب على كل الاحتياجات لعناصر الجيش، وأشكر طبعا إخواني وأصدقائي القطريين لإسهامهم في إنجاح بناء هذه الثكنة. أنتم في مأمن في تلك هذه البلاد، وقطر أيضا هي في مأمن معكم. نحن هذه العلاقة الوطيدة نحن لا نستطيع أن نهدرها. وبهذه المشاعر أنهي كلمتي، وأيضا أشكر كل وأيضا أحيي كل عناصر الجيش التركي في سوريا وفي العراق وفي على الحدود السورية التركية وفي البلقان وفي لبنان وفي الصومال، وكل منطقة تحتاج تواجد العناصر التركية الجيش التركي لضمان أمن تلك المناطق. أشكر كل عناصر الجيش أولئك. أتمنى من الله تعالى أن يحميكم من كل أذى ومن كل هجمة تضر بكم. أدعكم في أمان الله، فلتبقوا في سلام. الله يا أمانته.